السيد النائب المحترم السيد عمر حجيرة عن فرق الأغلبي فرق الأبيض. تفضل السيد النائب المحترم. استمعوا للأغلبية السيد الرئيس. استمعوا ل بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لكم الطبيب غادي يشرح لكم الفرماسيان بطريقة أخرى. هادو أدوية كتعطى للناس اللي عندهم أمراض فيها الوجع بزاف وكتسمى بواحد لوردونونس سبيسيال هي اللي كيجي بها هذاك المريض. هاد لوردونونس سبيسيال كتصيفط لنا وزارة الصحة واحد الكارني فيه لي سوش وكنكتبو كيكتب الطبيب وحنا كنصيفطو لا كوموند من عند المختبر باش يعطينا الدواء. هاد الدواء في الغالب كما قال السيد الوزير فيه 7 أيام. هذاك السيد كيشري الدواء القانون كيعطيه فقط 7 أيام ديال التداوي. السيد الوزير مشكور وزارة الصحة جابوا لنا تعديل في هذا البند على أساس أنه فيما يتعلق بلي كومبريمي الأقراص غادي ندوزو أن تريتمون في 28 يوم وفيما يتعلق بالحقن لي زانجيكسيون غادي ندوزو 10 أيام وبالتالي غادي نعطيو المريض اللي هو في حالات ديال الوجع ووجع ديال خصوصا كما قال السيد الوزير الوجع ديال السرطان وما أوجع الله يحفظنا ويحفظ الجميع جد كبيرة ومؤثرة على الجسم الإنسان وما يمكنلوش يستحملها فقط إلا اللي كيخفف من هذا الأوجاع هو المادة ديال المورفين. وبالتالي مددنا الوقت ديال التداوي من 7 أيام إلى 28 يوم وإلى 10 أيام ونتمنى إن شاء الله السيد الوزير باش كما قلتي وهذا القانون ديال 1922 راه عنده تقريبا قرن ونبدلوه في هذه المدة في هذه المدة التشريعية إن شاء الله وكذلك نكثروا من القوانين خصوصا في وزارة الصحة لأن كما قلت لكم واحد النهار في اللجنة راه كاين جوج ديال الأنظمة الصحية كاين النظام الصحي اللي كتحكموا فيه وكاين نظام صحي آخر اللي ما كتحكموش فيه هو الفرماسيان اللي كيبيع في التروطوار هو الطبيب اللي ماشي طبيب هو الدونتيست اللي ماشي دونتيست وبالتالي راه ما يمكن توقف هذه الفوضى في قطاع الصحة إلا بكاينت قوانين زجرية كبيرة وخصنا نتعاونوا عليها إن شاء الله في هذه المدة باش تكون ان شاء الله تخرج الحيز الوجود. بطبيعه الحال ما يمكننا الا نصوتوا في الاغلبيه بالايجاب على هذا القانون ونتمنوا انه تجي قوانين اخرى اللي تساعد المرضى وتساعد المواطنين. شكرا والسلام عليكم. شكرا سيدنا المحترم.